سواء كنت صاحب شركة صغيرة أو طالب أو شخص يصمم لكسب المال، فهذه الأداة هي ما تحتاج إليه. هو سهل الاستخدام حتى إذا لم يكن لديك خبرة في التصميم. لديه مجموعة واسعة من القوالب والأدوات لمساعدتك على البدء. في هذا الفيديو سأوضح كيفية استخدامه لإنشاء شعار احترافي ومنشور على وسائل التواصل الاجتماعي. سأوضح لك أيضا كيفية بيع تصاميمك وتقديم خدمات التصميم مقابل المال. مرحبا بكم، معكم علي، واليوم سنتحدث عن أدوبي إكسبرس. ما هو أدوبي إكسبرس؟ هو عبارة عن أداة تصميم تستند إلى الويب، تتيح لك إنشاء رسومات وفيديوهات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي دون أي خبرة في التصميم. يحتوي على مجموعة واسعة من القوالب والأدوات لمساعدتك على البدء. لماذا نستخدم أدوبي إكسبرس؟ أولا، هو مجاني، لذا لن تضطر إلى إنفاق أي أموال لاستخدامه. ثانيا، سهل الاستخدام. تم تصميم أدوبي إكسبرس ليكون سهل الاستخدام حتى لو لم تكن لديك خبرة في التصميم. ثالثا، قوي، يقدم مجموعة كبيرة من المميزات والأدوات بحيث يمكنك إنشاء أنواع مختلفة من التصاميم. كيفية استخدام أدوبي إكسبرس؟ لبدء استخدام أدوبي إكسبرس، ما عليك سوى الانتقال إلى موقع أدوبي وإنشاء حساب. لقد أوضحنا كيفية فتح حساب مع أدوبي في الفيديو السابق. بمجرد تسجيل الدخول ستتمكن من تصفح القوالب وبدء في إنشاء تصاميمك الخاصة. ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام أدوبي إكسبرس؟ يمكنك إنشاء الشعارات ومنشورات لوسائل التواصل الاجتماعي والنشرات والملصقات. يمكنك أيضا إزالة الخلفية للصورة والفيديو وإنشاء غلاف الكتاب والدمج مقاطع الفيديو والعروض التقديمية والسيرة الذاتية وإلى آخره. في الفيديو التالي سأشرح كيفية إنشاء سيرة ذاتية احترافية. إذا اشترك في القناة لضمان عدم تفويت الحلقة. لنأخذ مثالا وننشئ شعارا احترافيا. نفترض أن عميل طلب منا إنشاء شعار للمطعم الذي ينوي إنشاءه. المطعم سوف يكون متخصص بالأسماء. نختار تصميم من التصاميم الجاهزة ونحاول التعديل عليه. عند النقر على التصميم تظهر إمكانية تغيير لون خلفية الشعار. نختار اللون الأزرق مثلا. عند النقر على التصميم نجد في أسفل يمين التصميم ظهور طبقات التصميم. نستطيع اختيار أي طبقة للبدء بالتعديل. نبدأ بالاسم. على يمين نجد إمكانية تغيير النص واللون والتأثيرات الأخرى بسهولة ودون تأثير على الأشياء الأخرى في التصميم. بعدها نحدد طبقة صورة السمكة ونحدد تبديل على يمين الشاشة، وبعدها نختار صورة أو نحمل صورة. تتم عملية تبديل الصورة بكل سهولة. بعد إكمال التصميم نستطيع حفظ الصورة بالنقر على تنزيل الموجود أعلى يمين الشاشة. لنأخذ مثالا آخر وننشئ منشورا احترافيا للإنستغرام. نفترض أن عميل طلب منا تصميم منشور للإنستغرام للترويج عن التخفيضات. نفترض أن المحل يبيع اكسسوارات. بنفس طريقة تصميم الشعار سنصمم المنشور، لذلك سوف أسرع المقطع حتى لا يكون الفيديو طويل. كيف تكسب المال من التصاميم؟ الطريقة الأولى بيع تصاميمك التي تقوم بإنشائها في أدوبي إكسبرس.
هناك عدد من مواقع الويب حيث يمكنك بيع التصاميم عليها، مثل إتسي، كريتيف ماركت، وريد بابل. الطريقة الثانية تقديم خدمات التصميم. إذا كانت لديك موهبة في التصميم، يمكنك تقديم خدمات للشركات والأفراد. يمكنك إنشاء شعارات، رسومات، بوستات لوسائل التواصل الاجتماعي والنشرات وغيرها. شكراً للمشاهدة. إذا كان لديك أي أسئلة يرجى ترك تعليق. ادعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر التنبيهات. مع السلامة.